الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، والبداية بأبرز العناوين. فريق تابع للأمم المتحدة في الخرطوم لبحث ترتيبات قدوم بعثة يوناتمز مطلع العام المقبل. لجنة مقاومة الحتانة تستنكر الهجوم اللفظي على الفريق أول شمس الدين كباشي. استئناف التفاوض حول مشروع سد النهضة، والسودان يجدد رفضه للتحرك الأحادي. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أعلنت الأمم المتحدة وصول فريق التخطيط لبعثة الأمم المتحدة للسودان، البعثة الأممية الخاصة لمساعدة السودان في العملية الانتقالية والفترة الأولية مدتها 12 شهر. وقال ستيفن ماكيار رئيس فريق التخطيط إن فريق التخطيط لبعثة الأمم المتحدة وصل إلى السودان لفترة إعداد قصيرة للخيارات على المستوى الفني لمرحلة نشر وحدة يوناتمز على الأرض. وقال ماكيار إن فريقه سيواصل مع الحكومة السودانية ومع اللجنة التنفيذية لتقييم كيفية قيام البعثة بتنفيذ مهامها. وأشار إلى أنه الآن وصلت البعثة إلى السودان في شكل فريق للتخطيط المصغر، وأنه عقب تسمية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيصار إلى نشر فريق مصغر في السودان لتنفيذ توصيات فريق التخطيط الذي وصل البلاد حالياً. عقد ود مقدمة للبعثة الأممية المتوقع وصولها للسودان مطلع العام المقبل اجتماعا اليوم في الخرطوم مع رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو. وقال ستيفن سيكويرا رئيس الوفد إن زيارة الوفد للخرطوم تهدف لإطلاع المسؤولين السودانيين على مهام البعثة الأممية وكيفية تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن الاحترازات الصحية بسبب كوفيد-19 هي التي حالت دون وصول وفد المقدمة في موعده المحدد، وعبر عن سروره بزيارة الوفد للسودان. وطلب الوفد الأممي تحديد احتياجات مفوضية السلام بهدف تقديم الدعم اللازم لها. وصف رئيس مفوضية السلام اللقاء مع وفد المقدمة للبعثة الأممية للسودان بأنه كان مثمر ومفيد، وشكل فرصة للتشاور بين السودان والأمم المتحدة. عرضت علينا الوفد مهامهم وتوقعاتهم للتعامل مع أجسام في السودان، تحدثنا معهم حول سير عملية السلام، أوضحنا لهم مجريات والمرحلة إلى متى وصل، إلى أين وصل السلام. بجانب ذلك طلبوا أيضا احتياجات المفوضية وكيفية دعمها، أوضحنا لهم بعض القضايا التي تتطلب دعمهم، وإضافة إلى أن المفوضية أيضا تتطلع لاتفاقية السلام، عندها تكون الرؤية واضحة في الاحتياجات والرؤية واضحة في كيفية التعامل مع البعثة الأممية، أخذين في الاعتبار أن بعد اتفاق السلام سيكون هنالك شركاء السلام جزء من هذه المفوضية. أبدت لجنة مقاومة الحتانة رفضها وإدانتها لما وصفته بالألفاظ النابية والعبارات العنصرية التي صدرت من أحد الشباب تجاه عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي أمس الأحد. وقدمت اللجنة اعتذارها في بيان اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن ما حدث لا يمت للجنة بصلة، وقالت إن تلك العبارات لا تمثل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وما خرجنا من أجله. وأكدت لجنة مقاومة الحتان أنها ستظل سدا منيعا للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الثورة وإن طال الزمن، لكنها قالت إنها لا تنسى عبارة حدث ما حدث بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة العام الماضي، وهي العبارة التي أدلى بها الكباشي في تصريحه عن فض اعتصام القيادة العامة. استؤنفت بعد ظهر اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي ورئاسة جنوب افريقيا وبمشاركة وزراء الريم الاثيوبيا مصر والسودان.
وشدد وزير الري السوداني ياسر عباس، واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الافريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات، والعودة للمفاوضات يوم الخميس المقبل على المستوى الوزاري. وفي خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع أكد عباس على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قد أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل. وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي للتوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الرصيرس. أعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف عبد العظيم أحمد رزق عن تقديم الخدمات العلاجية والأدوية مجانا للمتضررين بولاية النيل الأزرق. جاء ذلك خلال زيارته للنيل الأزرق للوقوف على الأمطار التي هطلت بالولاية وانهيار سد بوط والتدخلات العاجلة لتقليل آثار الكارثة، بجانب الوقوف على عمليات الرش لمكافحة البعوض. وأمن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية على ضرورة تكثيف عمليات الرش لمكافحة الطور المائي والطائر، وأعلن توفير طلمبات للرش الضبابي وطلمبات التطهير، ووجه بتقديم خدمات العلاج والأدوية مجانا للمتضررين. قال وزير الداخلية رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الطرف إدريس دفع الله إن مناسيب الانهيار بمحطات الديم والمدني الخرطوم شندي عطبرة والدنقلة سجلت منذ السبت معدلات أعلى من معدلات نفس اليوم من العام الماضي. ونوه وزير الداخلية إلى أن الموقف حتى اليوم بكل السودان في خريف العام الحالي بعد حصر الخسائر والممتلكات يشير إلى وقوع 5 وفيات و3 إصابات مع انهيار كلي لأكثر من 1100 منزل من المنازل وانهيار جزئي لأكثر من 1200 منزل. وأوضح وزير الداخلية أنه تم فتح ارتكازات نيلية على بعض مواقع الهشاشة إضافة للمجهودات في التنبؤ والرصد والتحليل والإحصاءات والإرشادات، وناشد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء من ولايات القضارف، كسلا، سنار، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كردفان الكبرى ودارفور وجنوب ولاية البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين حتى ظهيرة الأربعاء. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة من اتخاذ التدابير اللازمة. وقفت غرفة طوارئ درء آثار الخريف في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، وقفت على الأعمال التي تمت لتقديم العون للمتأثرين بسيول بمنطقة شرق النيل. وبدأت الغرفة في استلام الدعم المقدم للطوارئ وهي عبارة عن آليات ذات مهام مختلفة، فيما أعلن اللواء عبد الخالق بدوي قائد المنطقة العسكرية المركزية أن هيئة الأركان بالقوات المسلحة ظلت في حال انعقاد دائم منذ اليوم الأول للعيد من أجل تقييم الموقف وحجم الأضرار بشرق النيل. وتم إرسال قوة من سلاح المهندسين بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان قامت بفتح المصارف وتوجيه المياه نحو مصباتها، وتواصلت اليوم عمليات الدعم بتوفير معينات للمتضررين وهي معدات إيواء وخيام ومشمعات ومواد غذائية تم تسليمها بالمواقع المتأثرة. لقد تم توفير معينات كبيرة جدا من أجل مساعدة المتضررين من جراء هذه الأمطار والسيول، متمثلة في معدات إيواء خيام ومجمعات بالإضافة إلى مواد غذائية. أيضا تم تدشين عدد 10 عربة قلاب كبير جدا 18 متر من أجل عمل تتريس للمنطقة وتحوير المياه لتصوب في النيل، بالإضافة إلى تجهيز مصاطب لنصب الخيام الخاصة بالمواطنين الذين تضرروا من جراء هذه الأمطار. أجبرت التداعيات الاستثنائية والظروف المعقدة لفصل الخريف التي شهدتها محلية أبو حمد أجبرت والي نهر النيل دكتور آمن المكي أن تكون المحلية الطرفية في شمالي الولاية أول نقطة انطلاق لجولاتها الميدانية، حيث وقفت
في زيارتها التفقدية لمحلية أبو حمد التي حظيت بحفاوة واستحسان من مواطنيها، وقفت على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها مع اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة. حرية، سلام وعدالة. نظرا للظروف الطبيعية والاستثنائية التي تكابدها محلية أبو حمد جراء تداعيات فصل الخريف، اختارت والي نهر النيل دكتور أمن المكي أن تكون المحلية أولى نقاط جولاتها الميدانية. رغم ظروف وتوقيت الزيارة إلا أنها حظيت بحفاوة وترحيب كبيرين. العديد من أحياء محلية أبو حمد على رأسها حي الجوز اجتاحتها سيول مدمرة خلفت خسائر وأضرار ماحقة قدرتها إحصاءات الجهات الرسمية بانهيار 75 منزلا كليا وأكثر من 260 منزلا بشكل جزئي. بلغت جملة المنازل اللي فيها يعني انهيار كامل في المحلية 75 منزل، وتقريبا 261 منزل هي انهيار جزئي. وقد شكلت الأخطاء الفنية والهندسية في تنفيذ الطرق الداخلية والغياب الحكومي ضعف التدابير المتخذة استعدادا لفصل الخريف بالمحلية أهم مسببات الأضرار والدمار الذي لحق بالأحياء المتأثرة. هذه المياه وهذا السيل جاله من فوق، احنا هنا مويه ما عندنا، تجري فوق من الدحرية لازم انه ما في اي مصارف، ونحن طبعا متضررين يا اخواننا من الزلط ده بالذات، الزلط ده متضرر من شيء، هو حبس المويه وجاب على زي ما شايفين هنا في الكاميرا هنا شايفين انه البيوت اتهدمت بسبب المويه حجزها الزلط ده. امطار 88 سيل 50 في ابو احمد من مشهور ما كان حصل خسائر قدر اللي حصلت في المنطقه دي لسبب بسيط جدا، عندنا اوديه طبيعيه بتمشي البحر بعرض 15 متر الوادي الأول مع المزلقان اللي هو بين حي الجوز ومربع اثنين. الحصل في الجناين تحت حصلت ردميات، حصلت تعلي للمنطقة لمربع الجزر، حصل امتلاك للممر الطبيعي للوادي، المويه جات رادة. وقد وجدت الزيارات التفقدية لوالي نهر النيل المتأثرين من الخريف أبو حمد رضا واستحسان أهل المحلية، حيث توج ذلك بقرارات وتوجيهات ميدانية مهمة وعاجلة لجبر الضرر وتدارك الأوضاع بالمحلية. في خلل كبير واضح، لكن إن شاء الله المسائل دي تحسم. عملنا خطة عاجلة للمتضررين، مشمعات وخيم وإيواء، خطة جذرية إنه الجسر يترمم، إنه تتفتح المصارف لحد النهر. عرفنا إنه في ترع معمولة بيشيلوا منها الموية يبيعوها لمناطق التعدين، ده كلام طبعا ما مقبول. المصرف يتفتح من بدايته لنهايته لحد البحر، حتى لو الترعة القاعدة دي بغض النظر البيملكة منه. وإن كان زيارة والي نهر النيل دكتورة أمن المكي الطارئة لمحلية أبو حمد قد جاءت استجابة للظروف الاستثنائية بالمحلية، إلا أنها بحثت في اجتماعاتها ولقاءاتها المتنوعة مجمل الأوضاع المتعلقة بقضايا المحلية الملحة. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية أبو حمد. استعرضت آمال محمد عز الدين والي الولاية الشمالية مع وفد تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية استعرض ملامح خطة العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة. وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين إن الاجتماع شدد على تحقيق أهداف الثورة وأهمية عمل لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وتأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية. كما تناول الاجتماع الاهتمام بمعاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد زارت والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين وعدد من القيادات زاروا عددا من أسر الشهداء وترحمت على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق معاني الحرية والسلام والعدالة. قطع والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس بأهمية دور مشائخ الطرق الصوفية في ترسيخ الدولة المدنية والتغيير في السودان. جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مشائخ الطرق الصوفية شملت مسجد الشريف عبد الله والضل أبيض بمحلية أم القرى ومنطقة أبو حراز بمحلية مدن الكبرى ومسجد الشيخ محمد سرور الشيخ عبد المحمود الحفيان بمدينة طابت بمحلية الحصاحيصة، يرافقه ممثلون لتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية. وأشاد الوالي بمنهج الصوفية الوسطى ونبذ الغلو والتطرف ونشر قيم المحبة والتواضع
من جانبه دعا الشريف يوسف الشريف عبد الله والدلوبيض لمعالجة قضايا مشروع الجزيرة والنهوض به وتشغيل المصانع وفتح فرص توظيف للشباب. أعلن ديوان الزكاة بولاية القضارف عن دعم مقدر من الأمانة العامة للديوان لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية، حيث بلغ دعم الديوان خلال الست أشهر الماضية مبلغ 32 مليون جنيه تم صرفها على مشروع مياه ولاية القضارف ومحطة الأكسجين بمستشفى القضارف التعليمي. وقال الهادي محمد أحمد أمين ديوان الزكاة المكلف بولاية القضارف، قال إن الديوان يولي عناية خاصة لمشروع الحل الجذري لمشكلة مياه مدينة القضارف، إضافة إلى دعم مياه الشرب على طول قرى الشريط الحدودي ما تمثله تلك المناطق من أهمية استراتيجية واقتصادية. وأضاف الهادي إن الديوان سلم دعمه لنفرة تشييد محطة الأكسجين بمستشفى القضارف والذي بلغ 3 مليون تم تسليمها للمبادرة الشعبية لتأهيل مستشفى الحوادث بالقضارف. في ما يلي المشروعات فقد بلغت إجمالي المشروعات حوالي 32 مليون جنيه، والحمد لله يعني في اهتمام كبير جدا من الأخ الأمين العام لديوان الزكاة بمشروعات نوعية نفذ منها بعض ووعد وعد قاطع على تنفيذ الباقي، منها مشروع الأكسجين مستشفى القضارف قد دعمنا الأخ الأمين العام بمبلغ 3 مليون 300 ألف، وقد تم تسليم الأخوان في لجنة مستشفى الطوارئ القضارف. كذلك دعم محطة مياه القدنبلية بمبلغ 2 مليون جنيه، وله اهتمام خاص بمياه القضارف وإن شاء الله وعد أنه يدعمه، كذلك اهتمام خاص جدا بمياه الشريط الحدودي، وأولى هذا الأمر اهتمامه الكبير جدا. العرض الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق، وفيه بعد الفاصل تتابعون اتجاه لمراجعة أسعار بيع الكهرباء مع استمرار دعم الشرائح الضعيفة. أهلا بكم وإلى جولة في الأخبار العالمية، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من احتمال ألا يكون هناك حل سحري للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. وأظهرت حسابات رويترز أن ما يربو على 18 مليون شخص أصيبوا بالمرض، وتوفي أكثر من 680 ألف آخرين مع عودة الفيروس للظهور في دول ظنت أنها تجاوزت أسوأ ما في الجائحة. وحث تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة ومايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة كل الدول على التطبيق الصارم للتدابير الصحية مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وإجراء الفحوص. قال عمران خان رئيس وزراء باكستان اليوم الاثنين إن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أمريكي بين السعودية وإيران تحقق تقدما بطيئا. وبطلب من واشنطن زار خان بطل لعبة الكريكت السابق زار طهران والرياض في أكتوبر لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران. وقال خان لقناة الجزيرة إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدم لكنه بطيء.
وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترامب في منتصف عام 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين إن اتفاقا نفطيا بين قوات سورية بقيادة كردية وشركة أمريكية في شمال شرق سوريا غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان إن الصفقة دليل واضح على الأجندة الانفصالية لتنظيم حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الإرهابي بالاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري. وأضافت هذا القرار الذي لا يمكن تبريره بأي دافع مشروع غير مقبول. وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اتفاق على حقول النفط بين قوات سورية أو قوات سوريا الديمقراطية وشركة أمريكية أثناء جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الخميس. وفقدت دمشق سيطرتها على أغلب حقول النفط في منطقة الشرق من نهر الفرات في دير الزور، كما أضرت العقوبات الغربية بقطاع النفط في البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجموعة مؤلفة من 4 أفراد زرعت متفجرات بمحاذاة السياج الحدودي مع سوريا في مرتفعات الجولان. وقال الجيش إن جنودا رصدوا تلك المجموعة قرب موقع حدودي خلال الليل وقاموا بدعم جوي بإطلاق النار في آن واحد تجاه الفرقة المؤلفة من 4 إرهابيين، وتم تحديد وقوع إصابة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت تلك المجموعة تنتمي لأي تنظيم، ولكن إسرائيل حملت النظام السوري المسؤولية. وتزايدت التوترات في الأسابيع الأخيرة على امتداد الحدود الإسرائيلية السورية بعد مقتل مقاتل من جماعة حزب الله بن اللبنانية في ضربة إسرائيلية على ما يبدو على أطراف دمشق. إلى أخبار الاقتصاد، حيث تعتزم وزارة الطاقة مراجعة أسعار بيع الكهرباء في السودان. وأشار وزير الطاقة والتعدين المكلف خير عبد الرحمن لوجود خلل فني في طريقة حساب الكهرباء والتعرفة الحالية لأنها أعدت قبل سنوات. وقال خيري إن التعرفة كانت بحاجة لوضع الكثير من المعايير. ونوه وزير الطاقة إلى أن الخلل الفني في التعرفة سبب عجزا كبيرا لا يمكن تغطيته حاليا من دون مساعدة الدولة. وتعمل الوزارة على إصلاحه مع وضع معايير الاستمرار في عدم بل في دعم الشرائح الضعيفة بسعر مخفض. وأكد استمرار دعم القطاع الزراعي. وأكد خيري استمرار العمل لاستكمال محطة جري 3 بطاقة إنتاج 530 ميجاوات، وهناك جهود جيدة مبذولة من قبلهم لتشييد الوحدتين الأولى والثانية واللتين تأخر تشغيلهما نتيجة لجائحة فيروس كورونا. نفت لجنة التسيير باتحاد الغرف التجارية أي صلة لها بالدعوة التي خرجت باسم الغرفة التجارية بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، وقالت إنها لا تمثل اللجنة. كما نفت صلتها بالدعوة لموكب إلى القصر الجمهوري يوم الأحد 16 من أغسطس وتقديم مذكرة للمطالبة بإعفاء وزير التجارة والصناعة. وقالت الأمين العام لاتحاد الغرفة التجارية علوية علي حسين إن العلاقة تكاملية ما بين القطاع الخاص وحكومة الثورة، وإن اتحاد الغرفة التجارية كان جزءا أصيلا من الثورة من خلال دعمه اللامحدود من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وأشارت إلى أن لجنة التسيير بالاتحاد تعي تماما أن مناخ الديمقراطية أتاح الحق للجميع للتعبير عن حقوقهم والمطالبة باستحقاقاتهم، ولكن وفق المؤسسية. رياضيا، يواجه الاتحاد السوداني لكرة القدم جملة من المصاعب لإتمام الموسم الرياضي للخروج من مأزق إلغاء المنافسة التي توقفت منذ أواخر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وآخر هذه المصاعب الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الخرطوم وتسببت في غمر ملاعب كرة القدم بالمياه. ويسعى اتحاد كرة القدم إلى تجميع الأندية في الخرطوم لإكمال الدوري الممتاز، لكن مشكلة انعدام الملاعب أو عدم صلاحيتها ستكون عقبة جديدة أمام الاتحاد الذي يسابق الزمن لإنهاء الموسم الرياضي قبل حلول منتصف الشهر المقبل.
وغمرت مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين غمرت استادي الهلال والمريخ بجانب استاد الخرطوم والملاعب التي تتدرب فيها الأندية مثل المهندسين وملعب نادي الخرطوم الوطني. استأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ العاصمي تحضيرات اليوم الاثنين استعدادا للدوري الممتاز الذي يستأنف في 15 من الشهر الحالي، ويصرف على تدريبات نادي المريخ الضوء قدم الخير في ظل غياب المدير الفني المسلمي أو السليمي الذي لا يزال أمر استمراره مع الفريق غير محسوم. وشارك في الميران 20 لاعبا، وسيخوض الفريق تدريبا جديدا غدا الثلاثاء ويواصل فيه برنامجه الإعدادي. ويعاني فريق كرة القدم من عدم الاستقرار في الدكة الفنية، حيث تناوب أكثر من 3 مدربين على تدريب الفريق منذ بداية المنافسة التي يسعى الفريق للاحتفاظ بلقبها للعام الثاني على التوالي. ختاما لعرض المساء الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. فريق تابع للأمم المتحدة في الخرطوم لبحث ترتيبات قدوم بعثة يوناتيمس مطلع العام المقبل. لجنة مقاومة الحتانة تستنكر الهجوم اللفظي على الفريق أول شمس الدين كباشي. استئناف التفاوض حول مشروع سد النهضة والسودان يجدد رفضه للتحرك الأحادي. أشكر لكم المتابعة، وكان الله في عون الذين تضرروا جراء السيول والأمطار، كما على الذين هم يقطنون في مناطق الهشاشة أخذ الحيطة والحذر. نسأل الله أن يجنبهم مخاطر الفيضانات والسيول. دمتم في أمان الله، كل عام وأنتم بخير. التهاني والتبريكات تأتيكم من أسرة اليوم الرابع. في أمان الله.